تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نظمت جامعة البحرين بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين حفل تخريج طلبة كلية البحرين للمعلمين من الفوج السابع إلى الفوج الحادي عشر وذلك في قاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد الخليفة بمقر الجامعة في الأسخير وفي بداية الحفل ألقى سعادة وزير التربية والتعليم كلمة رفع فيها أسماء آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما يليه جلالته من دعم للتعليم ورعاية للعاملين فيه تأكيدا على ما يمثله هذا القطاع من أهمية كركيزة اساسيه من ركائز التنميه ورافد من روافد التقدم والنماء معربا عن شكره وتقديره للدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي ينعكس ايجابا على تطوير قطاع التعليم تحقيقا للتطلعات المنشوده كما عبر الوزير عن شكره وتقديره الى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفه الممثل الخاص لجلاله الملك المعظم للدور الذي قام به في دعم هذه الكليه التي جاء انشاؤها لتلبيه حاجه قطاع التعليم الى الكفاءات التدريسيه والقياديه الوطنيه والاسهام في تنفيذ الخطط التي تنفذها الوزاره من اجل تجويد عمليه التعليم والتعلم وتحسين مخرجاتها. وأشار سعادته إلى أن حفل التخرج لهذه السنة يتزامن مع حصول كلية البحرين للمعلمين على الاعتمادية الدولية من مجلس اعتمادية إعداد المعلمين بالولايات المتحدة لمدة سبع سنوات للفترة الممتدة ما بين 2023 ولغاية 2030 ما يعزز دورها في إعداد المعلمين ويعطي قيمة أكاديمية مضافة على برامجها الدراسية والتدريبية وعلى الشهادات التي يحصل عليها خريجوها وهنأ سعادة الوزير في كلمته جميع الخريجين وأولياء أمورهم وعائلاتهم وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة الإدارية على جهودهم في الإرتقاء بالعمل في الكلية وتوفير المناخ الملائم للطلبة للتعلم والتفوق بإشراف ودعم من وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين. وقال سعاده الوزير ان كلية البحرين للمعلمين نجحت منذ تاسيسها عام 2008 في تخريج 11 دفعة تضم 3992 من الطلبة البحرينيين الذين ابتعثتهم الوزارة للحصول على المؤهلات التربوية. من جهتها هنأت الدكتورة لوسي بايلي القائم باعمال عميد كلية البحرين للمعلمين في كلماتها الطلبة بمناسبة تخرجهم وانضمامهم الى كوكبة متم مميزة من خريجي الكلية في الاعوام السابقة مؤكده ان وصولهم الى هذه المرحله نتيجه تفانيهم ومثابرتهم وعملهم الجاد ليكونوا مساهمين في ازدهار المسيره التعليميه في المملكه وخلال الحفل قام سعاده وزير التربيه والتعليم بتكريم اعضاء مجلس اداره كليه البحرين للمعلمين ثم بتسليم الشهادات للطلبه المتفوقين والخريجين من البرامج والتخصصات كافه كوكبه متميزه من خريجي العلم والمعرفه اعتلت اليوم منصه التتويج لتبدا مرحله جديده تتسم بالعمل الجاد والطموح فدور كليه البحرين للمعلمين في رفد سوق العمل بنخبه من المعلمين المؤهلين من اجل المساهمه في تطوير العمليه التعليميه ومخرجاتها كلية البحرين للمعلمين اذ تحتفل بتخريج هذه الكوكبه المتميزه من طلبه الجامعه فانها في نفس الوقت تحتفل بحصولها على الاعتماديه الدوليه من مجلس اعتماد ممارسه تدريب المعلمين بالولايات المتحده الامريكيه وهو ياتي تتويجا للجهود الكبيره في الواقع التي بذلتها كلية البحرين للمعلمين ومجلس ادارتها للحصول على هذه الاعتماديه بما يؤهلها لتتبوأ موقعها كواحده من اهم كليات اعداد المعلمين على مستوى الوطن العربي. سعداء جدا بالاحتفال بكوكبه من خريجي كليه البحرين للمعلمين من الفوج السابع الى الفوج الحادي عشر اللي احنا سعيدين جدا بانهم راح ينخرطون في مدارس المملكه هذه نقله نوعيه للتعليم في المملكه ما شاء الله العدد كبير وهو العدد بعد في اضافه زياده انهم كل كلهم صاروا بالاعتمادية الجديدة اللي حصلتها الكلية. برامج أكاديمية متنوعة وتخصصات دقيقة هي حصيلة ما خرج به طلبة كلية البحرين للمعلمين ليكونوا مؤهلين وعلى قدر من المعرفة والعلم من أجل نقلها إلى جيل المستقبل من الطلبة والطالبات. كوني انا معلمه افتخر ان انا خريجه من كليه البحرين للمعلمين طبعا اي خريج او اي معلم يكون متخرج من هذه الكليه يكون كانه وسام شرف هاي الشيء. جدا سعيد اكون في هاي المهنه اللي هي بتكون الاساس الاول للجيل الجديد ان شاء الله بيكون الجيل اللي بيخدم مملكه البحرين وطبعا انا مستعد كل استعداد اني اطور من هاي المهنه واخدم الطلاب فرحانين احنا كلنا ومتفائلين جدا باللي ان شاء الله الشهاده اللي بنحصلها اليوم هي بتفتح لنا بيبان كثيره وان شاء الله بنكون احنا معلمين الاجيال المستقبليه صراحه مشاعر حلوه ويخلي الانسان يكون عنده دافع زياده علشان انه هو يقدم ويخدم الوطن بالاستراتيجيات اللي تعلمناها بتوظيف التكنولوجيا ان شاء الله كل طالب بالأمس هو معلم اليوم يحمل رسالة تعليمية نبيلة يخدم من خلالها مملكة البحرين ومسيرتها التعليمية ومخرجاتها والتي جاءت لتتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ها هم صناع المستقبل ينطلقون الى افاق ارحب لتكون لهم بصمه واضحه في اخراج جيل متسلح بالعلم النافع ففي هذا اليوم يضع خريج كليه البحرين للمعلمين اقدامهم على عتبه الحياه ليساهموا في خدمه وطنهم ويكونوا جزءا اساسيا لتطوير المنظومه التعليميه في المملكه. خوله الغرينيس لمركز الاخبار تلفزيون البحرين.